اللي هي تمثل لي الانفعال اللي راح يصير. والجهاز عندي تقريبا حدود 85% من الاف برايم كونكريت اللي هو الاف برايم قوة تحمل الكونكريت. هذا بالنسبة للكونكريت. بالنسبة للحديد عندي تبدأ العلاقة خطية، كل ما يزيد سيجما كل ما يزيد الابسلون اللي هو السترين، يوصل مرحلة، هاي المرحلة تصير اللي هي البوينت. بعدها يبدي يبقى شكد ما نسلط يبقى عندي نفس الإجهاد بس الانفعال يبدي ثابت، منطقة معينة ثابتة. هاي المنطقة نسميها الليريان، وهذه البلاستيك بلاستيسيتي، وهنا السترين. اوكي، يبدي بهاي المنطقة يبدي يزداد مع زيادة الإجهاد، الى ان يوصل مرحلة يبدي يصير عندي كل ما ينخفض الإجهاد الانفعال يبقى يزيد، لأن يوصل مرحلة هنا يصير يسميه النيك، يصير كأنما العنقل الرقبة. بعدين يوصل مرحلة يصير بها الفشل. أوكي، فهنا ايش عندي؟ الفاكتور اوف سيفتي هو الاف فيلر على الاف الاوبل، او الاف اوتيميت على الاف الاوبل. اوكي، الاف هنا معناته الستريس، فالفاكتور اوف سيفتي هو عبارة عن ستريس الالتيميت، يعني اعلى ستريس. اوكي، اللي راح يصير به الاعلى الالتيميت هذا على الستريس الالاوبل المسموح. فهاي بهالحالة نطلع المعامل الامان، الفاكتور اوف سيفتي اللي نستخدمه او يستخدموه المصممين تصميم المقاطع اللي راح يستخدموها بالأبنية، مقاطع حديدية أو خرسانية وتفر المهم. فهذا حتى يطلع الفاكتور اوف سيفتي، بس أقصى ستريس اللي هو هذا راح يصير عندك ألتيميت ستريس، نقطة اللي بيها أعلى ستريس على الستريس الأول، الستريس المسموح به. أوكي، وهذا يطلع لي الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان. اوكي، فبالتالي ستريس ريتش اتس ماكسيمم فاليو اند ذا كورسبوندينج ستريس ات بوينت دي فور ان اكزامبل ستراكشرال تيشن ستيل اللي هو نقطه دي، هنا سمين التيميت ستريس، اعلى اجهاد راح يحدث عندي. اوكي، هاوفر ذا ستريس فاليو يوزد ان ديزاين lower than the ultimate stress and known as allowable stress، اللي راح يستخدم في التصميم هو أقل من عنده اللي هو نسميه allowable stress، وبالتالي راح نحصل على عامل الأمان أو الفاكتور of safety. أوكي، فنجي ناخذ مثال تطبيقي. The rigid bar AB، هذا عند ال AB، rigid bar AB shown in the figure is supported by a steel rod، هذا عند ستير رود اي سي having a diameter of 20 مليمتر، قطر مالته 20 مليمتر، and aluminium block having a cross section 1800، هذا الالومنيوم بلوك لتسنده الكروس سكشن مالته 1800، 18 مليمتر دايمتر، هذا 18 مليمتر دايمتر زين، at pin A نقطة A، هذا عندي A بها بن، قطر مالته 18، and C R subjected to force of 10 is subjected to a single shearing. If the failure stress in the steel and aluminium is 680 megapascal and 70 megapascal respectively, and the failure shear stress for each pin is 900 megapascal, determine the largest dot B that can be applied to the bar. Apply factor of safety. نعطينا قيمة ال F is 2. فبالتالي هنا ايش عندي؟ عندي نعطيني ال allowable stress. اوكي، ونعطيني factor of safety. فمن عندي ايش تطلع؟ تطلع ال ultimate او الفيلر. واضح؟ ليش؟ لأن عندي
الفاكتور اوف سيفتي قلنا يساوي لنا سيجما فيلر او التيميت على سيجما الاوبل، فبالتالي انا اريد السيجما الاوبل يساوي لنا سيجما فيلر على الفاكتور اوف سيفتي، فبالستي 680 على 2340 وبالالمنيوم 70 على 235، وعندي القص التاو بالبين هذه ناطيني اياه 900، فبالتالي 900 على 2 450، يعني معناته لازم ما اوصل الى 340 بالحديد، 35 بالالمنيوم، 450 بالبين هذا. اوكي، هذه الماكسيموم. بعدها من اتجاوزها صح نظريا ما راح يصير عندي فيلر، بس حسب الفاكتور اوف سيفتي اللي مخليه اني راح يصير عندي فشل. واضح؟ معناته الفاكتور اوف سيفتي انا امنت مرتي، امنت يعني مرتين بقدر الاوبل ستريس. بس يعني وايد مرتين. يعني هذا هو مصمم، هذا هو هنا خليه بالمثال مرتين، اوكي؟ قسم يخلوه مره ونص، قسم يخلوه مره وربع. واضح؟ هنا الماكسيموم هو 2، ماخذ اقصى شيء. المصمم يخاف مخلي اقصى شيء هو 2، خاف شغله محاسبها لود منا حتى يامن نفسه يخلي فاكتور اوف سيفتي 2. معناته شنو معناته؟ معناته يعني معنيين، بالمعنى الاول شكو حمل راح يحسبه، شو يسوي له؟ حتى يأمن نفسه شو يسوي؟ يهربه في 2، يعني يفترض يهربه في 2، أو هذا بالنسبة للأحمال، أو بالنسبة للإجهادات إيش راح يصير؟ شكو إجهاد ناطية إيش راح يصير؟ شو يسوي له؟ شو يسوي له إجهاد؟ ها؟ المثل. إيه شنو؟ يضربه على القسمة. قسمة على 2، قلله للنصف. واضح؟ ايه، واحنا قلنا تتذكرون انت ما كنت حاضر بالمحاضره الاولى، عندنا نوعيتين من الكوست والسيفتي، فشي مرتبط بشي، من تجي تقلل الكوست لازم تقلل السيفتي، اذا تجي سيفتي عالي راح يصير عندك كلف عاليه، فقلنا هنا بالنسبه لنا كمصمم هو مختار فاكتور سيفتي 2، يعني خايف هذا خواف او ما عنده درايه كامله بالظروف اللي تحيط المنشأ، زين، فاخذ فاكتور اوف سيفتي 2. شنو معناته فاكتور اوف سيفتي 2؟ معناته شكو قوه راح يلقاها كانه ما يفرضها شنو؟ دبل يضربها في 2، وشكو تحمل للمواد للحديد او للكونكريت او هذا راح يعتبره شنو؟ نصف التحمل. واضح؟ وهذا معناته شنو؟ فاكتور اوف سيفتي اللي هو 2. فبالتالي انا ناطيني الالاوبل مالتي، زين، يعطيني اياها بالالمنيوم وبالحديد، فاقسمها على 2 حتى اوصل للرقم اللي انا مخلي على اساس الفكتر اوف سيفتي. واضح هسه هاي الخطوه الاولى؟ زين، هسه هنا اريد نطلع قيمه البي، ايش اسوي؟ اسوي فري بودي دايجرام مالتي، هنا عندي قوه للاعلى وهنا عندي ايضا قوه للاعلى، هذا كانما رولا. هذا البي، فاخذ عزم بنقطة بي راح تطلع لي البي تساوي لنا 2 اف اي سي، اخذ عزم حول نقطة اي فالبي راح يصير في 2 اف بي. اوكي، منا اطلع قيمة بي تطلع لي 17 منا، زين، هذه اللي هي بالاي سي بالرود اي سي راح تطلع القوة 171، بينما بالبلوك بي بناخذ المعادلة الثانية طبق السيجما راح تطلع القوة مقدارها 168. اوكي، زين، بالبن هاي النقطة اللي هنا البن هذا اللي هو الشيرنج ايضا راح اخذ الفي تساوي لنا التاو في الاريا، التاو ناطيني معلومة 450، الاريا ايضا معلومة راح تطلع 183. اوكي، زين، هسه عندي هنا ثلاث قوة، القوة الأولى اللي هي 171، هذا بالاي سي، انا اخذت الاي سي الاجهاد مالته طلعت لي القوه 171، وانا اخذت الاجهاد بالبلوك بي طلعت لي القوه 168، وانا اخذت اجهاد الشير بالبن هذا نفسه طلعت القوه 183، فعندي ثلاث قوه
يا قوة طاقة تقدر تكون قيمة الأقل 168 حتى تكون بالسيف سايد. واضح؟ واضح طلاب؟ الباقي نفس يعني الأمثلة تقريبا. ما تحصل ليش تصعب؟ ما له تحصل ليش تصعب؟ لا هي شوي شوي صعب. هذا هسه شو اسمه؟ هذا ناخذ هذا المثال الأخير حتى وراها نسوي لنا كويز للمحاضرة اللي راح. اتفقنا كل محاضرة تكون على مودكم انتم على مستعياتكم بس ما وراها يعني كانت وايد صعبة يعني احنا كنا فلويد بس يوم عندنا انجليزي وعندنا كونكريت وسلوا اخباركم بعد ماكو الاسبوع الجاي نهاية كل محاضرة للمحاضرة اللي سابقة بس هاي المحاضرة اللي اخذناها اليوم بها كويز الاسبوع الجاي وهكذا سناخذ الموضوع الاخير بهاي المحاضره اللي هو نسميه تين وورد بريجر بزل. هذا شنو تشوفون اكو خزانات هاي الصهاريج اللي موجوده خزانات المي الاسطوانيه شلون السلام ورحمة الله حياك الله شلونك جيتوالي هم ما يسأل يشوف دي يجهزون احتمال ان يقدر نربط يعني زين بس اتأكد وارجع للخبر ان شاء الله في الساعة ارجع لك في الساعة ان شاء الله اوكي لا I'm going to go to the next one. فهذا الخزانات اللي موجودة يعني تصير تصمم على أساس تحمل إجهاد معين، أوكي؟ بعدنا نوعين من الإجهادات، الإجهاد بالاتجاه المماسي التانجنال أو العربي، والنوع الثاني بالاتجاه الطولي، أوكي؟ فلو نشوف هذا الخزان مالتنا، خزان الأسطواني، ناخذ مقطع هنا بالشكل هذا، فالبرجر الموجود داخلي راح يكون الاتجاه هذا يتوزع على داخل الخزان، أوكي؟ طبعاً هذا السمك اللي موجود اللي هو التي. فهنا البريشر اللي موجود هو بي اوكي اللينث اوف ذا تانك از ال الطول مال هذا الخزان اللي موجود هو ال هذا اوكي الايزوليتنج رايت هاف اوف ذا تانك ناخذ الجزء الايمن نقطع الخزان بالاتجاه ناخذ هذا الجزء الايمن فالقوه راح تصير بي في ال اي القوة هذه اللي موجودة راح تصير هذه اللي مجموع هاي القوة اللي هي القوة راح تصير البي اللي هو شنو البي قلنا الإجهاد الانترنال بريشر اللي دي يتحمله الخزان في الأي الأريا هنا يا مساحة الأريا هي عبارة عن الدي في الأو اللي هو هذا الدايميتر في الطول الخزان لأن يعني
راح تصير هاي كلها المساحة الداخلية هي اللي بدها تتحمل الضغط. واضح؟ فهي عبارة عن البي في الدي في الأو. أوكي؟ فبالتالي سيجما راح يصير عندي بناخذ مجموع سميشن اف اكس هذه الاجهادات اللي موجوده والقوه، راح يصير عندي البي دي او اللي هو هذا القوه بهالاتجاه. زين شو يساوي لنا 2 تي؟ ليش 2 تي؟ لان عندنا قلنا نصفين، النصف الاول والنصف الثاني. فبالتالي منا السيجما راح يصير عندي بي دي على 2 تي. البي اللي هي القوه الموجوده في الدي اللي هو قطر الاسطوانه على 2 اوكي في التي اللي هو الثيكنس مال البليت اللي مسوي من عنده الخزان. واضح؟ هذا نسميه التانجنال ستريس او باتجاه المماسي اوكي باتجاه العربي اللي هو بهالشكل هذا اللي يصير. هذا النوع الاول. النوع الثاني يسمي اللونجيتودينال الاتجاه الطولي. اوكي الاتجاه الطولي هذا راح يصير اذا عندنا قوه بالاتجاه هذا. زين ناخذ بشويه تاثير القوه على المماس او على العرض بهالشكل هذا. هسه الاتجاه الطولي بالاتجاه ايضا الغاز او السائل يضغط مو بس بهالاتجاه هذا، بيضغط بالاتجاه العمودي عليه اللي هو هذا. واضح؟ اتجاه الكفرات منا ومنا مو على اتجاه مماس المحيط. هذا نسميه الاجهاد الطولي. فالاجهاد الطولي ايش راح يصير عندي؟ البي تي تساوي لنا سيجما ال. اوكي فالقوه راح تصير البي في الاي، البي هي هاي موجوده نفسها نفس القوه في الاريا راح تصير هي هذه المساحه مال القاعده اما هذه او هذه اللي هي شنو؟ باي على 4 دي سكوير. واضح؟ مساحة هذه الدائرة مساحة هذه القاعدة. فمنا راح نشتق نطلع انه سيجما لونجيتيوتال سيجما ار يساوي لنا بي دي على 4 دي. واضح؟ فعندنا اجهادين، الاجهاد الاول المماسي زين او المحيطي اللي هو سيجما تي بي دي على 2 تي. الاجهاد الثاني اللي هو طولي بهالاتجاه اتجاه المعاكس زين منا ومنا هذا نسميه سيجما ال اللي هو بي دي على 4 تي. اوكي وافقت الله. فدائما منا اشوف انه عندنا سيجما تي يساوي لنا 2 سيجما ال، ونرجع هذا سيجما تي على 2 سيجما ال على جهد على 4 معناته سيجما تي يساوي لنا 2 سيجما ار. واضح؟ سيجما تي يساوي لنا 2 سيجما ار. اوكي ونفس المعادله. وناخذ مثال تطبيقي سلندر ستيل بريشر فيجن 400 ملم دايمتر، هذا القطر مالته 400 ملم والثيكنس مال الجدار هو 20 ملم 20 ب 20. السبجكت ان انترنال بريشر اوف 4.5 ميجا نيوتن على المتر المربع. نعطيني البريشر مالتي الانترنال اللي هو في 4.5 ميجا نيوتن على المتر المربع. كالكوليت ذا تانجنال اند لونجيتيودينال ستريس، يريد سيجما تي وسيجما ال بالستيل. وتو وات فاليو مي بي انترنال بريشر تو بي انكريس اف ذا ستريس ان ذا ستيل از ليميتد تو 120. قد يصير اقصى اذا عندي التحمل بالستيل هو 120. وإف ذا انترنال بريشر وير انكريز انتل ذا فيزل بريست يعني انفجر اسكيت ذا تايب او ذا فيلر. فنجي هسه على المطلب الاول يريد سيجما تي وسيجما ال. فقلنا احنا دائما سيجما تي هو شنو؟ بي دي اوفر 2 تي. فالبي مالتي نعطيني اياها اللي هو البريشر انترنال بريشر 4.5 في الدي دايمتر هذا 400 على 2 في التي ثيكنس مالتي هو ايش قد قيمته 20. اطلع لي سيجما تي 45. اوكي مباشرة نطلع على سيجما تي اقدر اطلع سيجما ال بدون ما استخدم القانون، لان مثل ما قلنا سيجما تي هو 2 نصف العفو نصف سيجما ال. فاقدر اطلعه ال 45 راح يصير معناته 22.5. او اجي اطبق القانون مالتي
سيجما تي بي دي على 4 تي، فالبي نفس الانترنال اللي هو 4.5، في الدي هو 400 على 4 في 20 يطلع لي 22.5. واضحة ولا؟ ناخذ هذا المثال ايضا strength per meter for the tubular joint or the figure shown is 480. عندي هذا الجوين الطولي تحمل ناطيني مالته 480 كيلو نيوتن، where the girth joint 200 كيلو نيوتن. Determine the maximum diameter of the cylinder tank to internal pressure 1.5 ميجا نيوتن على المتر. فنعطيني internal pressure 1.5 اوكي. فسيجما تي انا ايش راح يصير عندي؟ 480 على 1 في تي، لان كل عندي كل شو اسمه كل نقطه اللي تتحمل 480 كيلو زين على 1 في تي لاخذ متر في الثيكنس. وايضا عندي سيجما تي هو قانون مالتي بي تي على 2 تي، فهذا يساوي لنا هذا 480 على 1 في تي يساوي لنا بي 101.5 ناطيني اياه، في الدايمتر ناطيني اياه هو مجهول على 2 تي، من تي يروح ويا تي يبقى الدايمتر يطلع لي 0.64. فسيجما راح يصير بي دي على 4 تي اطبقه، ايضا هنا عندي مجهول الدي يطلع 0.5، فعندي هنا 0.6 زين، وعندي هنا 0.5 مليمتر يعني 530 مليمتر اللي هو الدايمتر مال الخزنة. واضحة؟ أيضا هذه عندكم هنا تو هوم ورك، وهذا لازم همينة تحلوها من الواجبات. دائما كنا في نهاية كل محاضرة أكو واجبات هوم ورك، هذا الهوم ورك مطلوب من عندكم تحلوه، أوكي؟ واضحة طلاب؟ أكو أحد عنده سؤال استفسار؟ ها؟ طبعا الكوز الجاي بالمحاضرة القادمة.